غز مدينة بصوت نيات، غنى وشجر وندى حكايات، فرس من نور تسهل حكاوي، واللي طلع صوته واللي طلع صوته بيعيش لو مات. كان قديما يركب الماء على موج البحر، لكنه الآن يملأ الماء في السطل. فإبراهيم ذو 27 عاما كانت مهنته التي عرفها لسنوات عدة ومصدر رزقه هي الصيد، إلى أن كان بنظر طائرات الاحتلال صيدا ثمينا. أطلقت طائرات الاحتلال عليه عام 2008 صاروخا كان كفيلا ببتر ساقيه الاثنتين في مخيم البريج، ليحول مهنته قصرا من مهنة الصيد إلى مهنة غسيل المركبات. زي ما تقول يعني كنت ممشي على رجلي بقالي 7 سنين بالصوب، كنت أشتغل يعني صياد في البحر، وأروح من الاستراحة في البحر أطلع السوق أتشغل وضع هي. بس حاليا لقيتها زي ما تقول يعني الصابت، راحوا رجلي تنتين، قطعت رجلي اليمين والشمال راحت، فاضطر إني أروح يعني أشوف الشغلالة وضع باللي بعرفكم وضع. هذا حامي في برج الجلاء، هذا بعرف معه سيارة، بشتغل له سيارته وامسح له اياه بظبط له اياه، بديله 10 شيكل 15 شيكل، يعني بضطر يعني اشغل حالي. يتنقل ابراهيم بجانب المركبه التي يقوم بغسلها وحتى فوقها بصوره لا تبدي للناظر انه شاب هزمت ارادته لفقده ساقيه. ذلك ما يؤكده ابراهيم التي اصبحت امنيه حياته بالعيش في منزل بسيط وايجاد شريكه الحياه المناسبه له. فهو إن أصبح في لحظة من ذوي الاحتياجات الخاصة إلا أنه لا يظهر نفسه أنه يعاني من أي يأس كما يقول. يعني أنا كمان بنفس الوقت يعني ضارب الأجار، يعني يا ريت يعني ربنا هيك يرزقني يعني بيت يعني اللي يعني أسكن فيه، ولو ربنا هيك يعني بعت لي بنت الحلال اللي تساعدني يعني تقف عندي يعني وتتجوز يعني، وإن شاء الله ربنا هيك بعت لي بولد يعني لا سمح الله يعني لقدام. أبوي مش راح يدوم لي ولا أمي راح تدوم لي ولا حد راح يدوم لي، انا يعني زي ما تقول مجروح علي، حتى اهلي بحسسهمش ان انا عايش يأسان ومجروح، بضحك وجههم، حتى الجيران اصحابي بحسسهمش ان انا يأسان مجروح، حتى بروح وباجي 100%، بس من جوا انا مجروح، بس بحسسهمش ان انا يعني مجروح. الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة من حصار إسرائيلي وحروب متكررة لم تمنع إبراهيم أن يكون بحالته هذه معيدا لأسرة كاملة في عائلته التي يوجد فيها المرض وكبار السن والأطفال وطلبة الجامعات. إبراهيم هو اللي بيصرف علينا، هو اللي بيجيب قوت أخواته عنده 6 بنات وثلاث أولاد، وأبوه هيو أبوه كبير عمره 60 سنة وأنا 53 سنة، معنا سكر وضغط، هو مع سكر وضغط في شيء حدا يعول معنا إلا إبراهيم بيساعد معنا، وبروح بيغسل السيارات عشان يجيب له 5 شيكل 10 شيكل ليساعد معنا في قوت خواته وفي قوت أخوته. يعود إبراهيم بعد أن أنهى عمله الذي استطاع أن يجمع فيه ربما ما لا يزيد عن 5 دولارات، لكن هذا المبلغ البسيط لا يحد من إصرار إبراهيم على خلق روح من السعادة والأمل عنده أولا وبين أفراد عائلته ثانيا. فرس من نور تسهل حكاوي واللي